السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنتكلم عن حاجه كده احنا بنقولها دايما لاولادنا، هي ليه ما تكونش زي اخوك. ليه ما تكونش زي اخوك؟ المقارنه المستمره دايما بين الطفل واي طفل تاني، مش شرط يكون اخوه بس، ممكن نقارنه بابن خالته، ممكن اقارنه بابن عمه، ممكن اقارنه بابن حد من اصحابنا. ليه ما تكونش زي الطفل الفلاني؟ ليه ما تكونش زي مش عارفة مين؟ ليه ما تكونش؟ الكلمة دي مش لطيفة خالص. المقارنة المستمرة بين أي طفل وطفل تاني بيخلي عند أولادنا شعور يعني إحساس أو شعور الرفض. دايما بيكون رافض، يكون أو زي الشخص ده أو بيكرهه أو بيحصل عنده زي ضغينة كده أو حاجة مش حلوة من ناحية الشخص اللي احنا بنقارنه بيه. فما بالنا بقى ما بنكون بنقارن ولد باخوه او اخته؟ تمام، ليه ما تكونش زي اخوك؟ ليه ما تكونش زي اختك؟ بلاش الكلمة دي خالص. بيرفض يدخل في قميص او في شخصية اخوه اللي مصمم تحط ابنك جواه. هو رافض اصلا، بيحصل له احساس بنوع من انواع الايه، انه رافض الشخص ده. كمان بيكون رافض يتقمص الشخصية اللي انت نفسك ان هو يتقمصها، ماشي. كمان الرفض اللي بالتالي بيتبعه او بيتولد شعور كراهية وضغينة اتجاه الشخص المقارن بيه. يعني انا مثلا كحد كبير، جه حد قارني باي حد تاني، بترقائي بيتولد عندي شعور باحساس الرفض للشخص ده. تاني حاجة ببدأ اكرهه او يتحط جواه شعور الكره او الرفض او الضغينة من ناحيته او ان انا مش طايقه. تمام، كمان من ضمن الحاجات اللي بتحصل وبيكرهك انت شخصيا بقى، بيكره اللي بيقارنه بالشخص ده سواء بابا او ماما، بيكرهه لان انت مش قابلاه زي ما هو. انت كأم مش قابلاه زي ما هو، نفسك يكون شبه شخص معين، نفسك يكون فيه تصرفات من شخص ما، نفسك يكون يتقمص شخصية حد تاني. فبيبدأ اول حاجة بيحصل له احساس او نوع من انواع الرفض للشخص ده اللي هو انت بتقارنيه بيه. تاني حاجة بيرفض ان هو يتقمص شخصيته. تالت حاجة بيبدأ يكره الشخص ده. رابع حاجة بيبدأ يكرهك انت كأب او كأم اللي بتقارنه بالبني ادم ده. وبعد كل ده بيبدأ يكره نفسه لان هو ما ادكيش، ما عندوش شعور الامتنان، ما خدش شعور الرضا عن نفسه، لان انت ما ادتلوش شعور القبول، ما حس ان هو مش مقبول. ومش مقبول من مين؟ من اكتر حد المفروض يكون قابلني، اللي هي الاسرة، الاب والام. تمام، لانك حرمتي رضاكي عنه وبفشله ان هو يكون الشخص اللي انت بتتمنيه يكون زي اخوه، اللي هو انت بتتمني يكون شخص شبه الشخص مثلا، شبه ابن خالته، شبه ابن عمه، شبه في التصرفات يعني. تمام، يبقى احنا هنا كده ليه ما تكونش اخوك كلمة تقيلة قوي، او ليه ما تكونش زي ابن خالتك، او ليه ما تكونش زي مش عارفة مين. الكلمة دي بلاش منها خالص، نحاول نخرجها من القاموس بتاعنا، لان المقارنة دي بتولد عند ولادنا احساس الرفض. واحساس الرفض ده انا بكررها تاني، بيفضل راسخ جوه ولادنا للأسف. تاني حاجة بقى غير احساس الرفض، واحساس الرفض ده مش بنعرف نمحيه من ذاكرة الطفل. تاني حاجة بيخلق شعور بالكراهية، بيكره الشخص المقارن به، بيكره الشخص اللي قارني بالشخص بحد تاني. ببدأ اكره نفسي لان انا ما شعرتش بالامتنان وبالرضا من امي او بابو او من ابويا عن نفسي. مصممين تقارنوني بحد تاني، كطفل بيبدأ يوصل له شعور ان انت مصمم تقارنه بحد تاني. كمان بيشعر بشعور الفشل ان هو ما قدرش يكون الشخص المثالي بالنسبة لبابا او مامته. فبلاش كلمة ليه ما تكونش زي اخوك. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.